انه نخترع ولا طبعا ما سالنا عمار لانه اذا سالنا عمار حيمشينا على كيفه. الرابح الاكبر اخترناه الرائد ابو فيصل. اتفق معك يعني الرائد الان امام حدث تاريخي كبير جدا غالب الفيصلي منافسه المباشر يمكن امام انجاز تاريخي له ان يلعب في الاسيويه متساوي مع الوحده في المركز هو الرابع وبين الاهلي نقطه واحده اذا الاهلي تعثر وهو كسب المباراه الجايه ممكن يشوف نفسه في الاسيويه وهذا انجاز تاريخي توج في مسيرته الموسم هذا واداء اللي اداه والكل اثنى عليه صراحه وصراحه شوف يستحق ان يحصل على مركز الاهلي غلبوا الفيصلي من الجوله الماضيه كان وضعه اختلف اختلف لانه فتح ولا رائد انا مع الفتح مصطفى انا احنا عارفين يعني احنا بس انه هون اسيويه هنيك نفد يعني. الفتح لانه كان من 4 أسابيع خلص كنا نقول انه هبط الفتح هلا من الفرق كلها اللي تحت اما انه هو ما نهبط فهو الرابح الاكبر يعني قبل ما تخلص بجوله اللي انت بدك تشوف هلا الاتحاد ضمك تعاون كلهم دخلوا بالمعمعة الفتح بهالفوز طلع منه صحيح بس الخسر الاكبر